إنه لا يرى، كالصناديق المغلقة مفاتيحها الكلام. لذا سأحاوره ليتكلم حتى أراه. أنا عبد الرحمن الدين. في برنامج صناديق العمر عادة يكون أمامي ضيف أبتدي معاه في صندوق أول العمر، وأنا الآن أمامي محمد كرم. أهلا وسهلا فيك معاي في برنامج صناديق العمر. بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب فيك ونرحب بمشاهدي الكرام، مشكورين على هذه الدعوة. صندوق أول العمر يخلينا نتكلم بس عن ذكرياتك في مرحلة أو بداية الحياة، وراح أبدأ مع شرق وشرقاوية. شوف، احنا بدايتنا طبعا كانت الحياة بسيطة، طبعا حياة بسيطة يعني، وكان ما عندنا شيء يعني، هذه وسائل التواصل الاجتماعي ما كانت موجودة، فكانت حياتنا، وكان عندنا شغلة واحدة، نروح المدرسة يا بالدراسة. قبل الدراسة يمكن الفريج يعني، وإحنا صغار قبل لا نروح للمدرسة وهذا بالفريج وهذا، وأنا كنت عاشق كرة القدم أمانة. متى اكتشفت إنك لاعب ماهر؟ شوف، قبل أقول لك إنه متى كنت لاعب ماهر، كنا يعني بالبداية شنو، ما عندنا شيء، مدرسة، البحر قريب علينا، البحر وكرة بس، هذه حياتنا. إذا ما عندنا شيء ثالث، ونرد البيت بعدين نتعشى وننام، هذه حياتنا. بس أنا اكتشفت لاعب، لأن لعبكم كان في البراحة؟ إيه، بالفريج، لعب بالفريج وهذا وهذا يعني، قبل بعد نكون فريق ونحط اسم الفريق وهذا، كنا لعب عادي شيء. أول شيء شلون كنتوا تجيبون الكرة، من وين تجيبونها؟ إيه، أنا أشوف، خل أقول لك شغلة، أنا أول شيء بالبيت يعني، قبل لا ألعب بالسكة، قبل لا أطلع بالفريج ألعب، خل موضوع النادي وهذا نتكلم بالفريج، بالبيت يعني كان عندنا حوش. طبعا أول بيوت الشرق شلون، بيت عربي، الحوش والدور دار بدار هذا يعني. من كثر ما كنت أعشق كرة القدم يعني، كنت ألعب كرة وأكل طق بالوالد الله يرحمه. ليش؟ لأن أول كان عند بيتنا بالشرق كان باب بالدور يعني، يكشخونه باب دار وفي مربعات جام يصير بالباب نفسه. إيه، وأنا كل ما ألعب كرة وشوت الكرة وكسر الجام هذا يعني حتى آخر شيء الوالد الله يرحمه شال الجام، قام يحط خشب، والله حتى خربت حتى الديكور عليه. وهذه من البداية، وكنت يعني، وحتى البيت أتذكر الله يرحمها يديتي، كانت هي اللي كانت توقف وياي، كانوا إذا بيعاقبوني، إذا يعني مثل الشطانة وهذا، الشطانة على يأخذون مني الكرة. وإذا صرت زين ومشيت تمام ومستأنسين علي، شو يعطوني؟ يعطوني كرة، لعبة ما لعبة ما يمشي عندي كرة، تعطيني كرة وتعاقبني تأخذ مني الكرة. وأتذكر الله يرحمه يديتي، كان عندنا الكبت قبل هرم، مو كبت فوق طويل، شو يسوون؟ يقطوا الكرة فوق الكبت عشان اخذها واشوفها، ما اقدر اطولها، فكانت يدتي الله يرحمها هي تراقبها متحسر، تبي لان كنت فعلا اعشق الكرة، المهم كانت هي تاخذ الكرة وتعطيني اياها. فكانت حياتنا كذي. وبعدين من البيت، من اللعب بالبيت وبالحوش مع اخواني، يعني حتى بعض اخواني مو صوب الكرة والرياضة، انا بس اللي اشوت يعني، مو لعب وناسه كذي. عقب البيت طلعنا شوي بالسكه بالفريج مع الربع، مع الجيران اللي يمنا وهذا، هم لعب شيء تحدي، هم بعد بالبدايه بدون قبل لا نشكل فريق ونسوي فريق رسمي، مثل مو رسمي طبعا مثل الانديه، لكن رسمي بالنسبه لنا كفريج، نلاعب يعني فرجان ثانيه، فريق الفريج. إيه يعني اول كل يعني قلت لك، اول شيء ما كل عقول مدرسه، اذا بالعطله هو بحر، اذا صارت العطله عطله الصيف بحر وكره بس. أما جبالكم البحر شرقه، البحر يمنه يعني، اتذكر رقعه شملان وهالامور هذه كانت يمنه. المهم
فالكرة قاعد أقول لك متى إذا مو عطلة نروح المدرسة، نطلع المدرسة نقط هدومنا يمكن نتغدى نقعد شوية ونطلع كرة. ماكو شيء، ما عندنا شيء إلا كرة القدم، ما في وسيلة، ما عندنا وسائل ثانية، ماكو كرة. قلت لك غدا كرة وبحر وليل. كنت متبرد في المدرسة؟ والله كنا شياطين بس على بس شيطانة بريئة مثل ما يقولون، يعني على قدنا كذي وهذا. وكنا وحتى ترى الصبح لما نروح المدرسة أول الصبح مباراة الفصول، وكنا نروح مبكر ساعات، يعني مثلا إذا طق الجرس الساعة 7 احنا مثلا نروح من الساعة 6:30 نروح نلعب كرة عشان بعدين ندش الصف، لأن هذه أحسن فرصة. ليش رحت للعربي؟ لأنه مكان جريم وربعي كلهم العربي عرباوية وهذا، فقالوا لي تروح العربي. يعني معنا كان أقرب نادي يعني أنا من سكنك يعني هو العربي. إيه بالنسبة لنا كان يعني أنا بالدسمة طبعا ما لحقت على الدسمة، لحقت على المنصورية وأشهر بعد المنصورية، بعدين رحنا مركز شباب القادسية. فهذا لا مو علشان القرب، انه يعني الربع اللي يعرف كلهم بالعربي وشجعوا العربي وهذا هم اللي شجعوني اروحنا. فانا لما يعني ما كان في انتماء او ولاء او تولع في لا كان في بس كلعب الكره. وانا ليش ما رحت من اول من الصغر؟ يعني انا ليش ما لعبت اشبال وناشئين وهذا؟ رحت عود وعلى طول درجه اولى. مدرب يمكن كان عمره 13 19 سنه، كنت اقدر تحت العب تحت 20، بس كان مدرب انجليزي اختار قال هذا اول ما شافني قال هذا بي درجه اولى على طول. ليش ما كنت اروح قبل؟ ما كنت احب الالتزام، يعني التزم تمرين صبح وعصر وهذا. كان حتى انا رحت نادي الكويت فتره مع الله يرحمه محمد عباس لاعب نادي الكويت، كنا بمدرسه واحده، لان انا بالمدرسه وين درست؟ درست بالابتدائيه النجاح. هني ما لعبت كره، اللاعبين كبار والاعمار كبيره واحنا كنا صغار، ما لعبت بالابتدائيه. متى لعبت كره؟ رحت بعدين عقب النجاح الابتدائيه. وين درسنا؟ كنا درست بالمتنبي المتوسطة. أنا درست بمدرسة حسين المتوسطة لأن قعدت 6 سنين هي 4 سنين، قعدت 6 سنين ترى مو كسلان لا بس متولع بالكرة، ما أفكر بالدراسة وهذا. فشنو يمكن 4 سنين بالمتنبي درست متوسطة، وسنتين درست بالمباركية متوسطة. أبي أخذك لثلاث كلمات، هالثلاث كلمات برجع أسألك عنها في كل صندوق علشان أشوف شنو تغير من وجهة نظر خاصة بهذه الثلاث كلمات. راح أبدأ مع العربي. في صندوق أول العمر وفي تفكيرك أول العمر وفي بداية شبابك شنو كان يعني لك النادي العربي؟ النادي العربي يعني كل شيء. ليش؟ لأنه بدت الشهرة، بدت موهبتي تطلع، يعني أثبت نفسي، أطلع موهبتي، أطالع الموهبة اللي عندي بالنادي العربي. بالنادي العربي على دور. طيب الغضب؟ الغضب مشكلة عندي أنا في أول العمر. هو يعني في بدايات حياتك كانت الغضب بالنسبة لك مشكلة؟ مشكلة، لأن الغضب مفتاح كل شر. معروف كل مفتاح كل شيء الغضب بداية. طيب الوطن أثرت على البشر. الوطن في صندوق أول العمر وفي تفكيرك في أول العمر؟ الوطن طبعا الحياة كل شيء الوطن، يعني اللي ما في خير حق وطنه ما في خير حق أهله، ما في خير حق أي شيء. فأعتقد الوطن هو كل شيء. عموما احنا بنروح حق صندوق جديد وعمر جديد مع ضيفنا محمد كرم بعد الفاصل. احنا في صندوق منتصف العمر، تركنا انا وضيفي الكريم صندوق اول العمر حتى نذهب وننطلق الى مرحله النجاحات والطموحات وتحقيق الاحلام وغيرها. معاي الان الكابتن محمد كرم، اهلا وسهلا فيك معاي في برنامج صناديق العمر. اهلا بك. وصلت للمنتخب الوطني بسرعه؟ بسرعه سبرنت بعد مو بسرعه، لان انا شلون المنتخب يعني شلون نادي دشيتي شلون دشيت وعلى طول درجه اولى. هذا المنتخب ترى نفسي
أنا المشكلة إن مو المشكلة حظي إن طحت في النادي مدرب كبير هو مدرب إنجليزي والله نسيت اسمه بعد. أول ما أول أدش بطولات أدش ما أدري شنو لأن تولي بالسكة ما أدري بس ألعب بالنادي مدرب إنجليزي وبالحظي وهذا إن لعبت في المنتخب يعني يمكن لعبت لي لعبتين ثلاث لعبات تقريبا اختارني المنتخب منه مدرب اللي يمكن أنا أسس الكرة الكويتية بالكويت أساس صح هو البروتيتش. تعتبر نفسك ضمن أعظم جيل مر على تاريخ الكرة في الكويت؟ شوف هذا الكلام صح 100% بس لازم أمانة وأتمنى المشاهدين واللاعبين الحاليين واللاعبين الأجيال كلها تسمع هالكلام. إحنا الجيل الذهبي، إحنا اللي وصل الجيل الذهبي بإنجازاتنا وصول كاس العالم، بطولة أخذنا كاس آسيا، أخذنا بطولة كاس العالم العسكرية، أخذنا بطولة كذا علشان شيء صرنا إحنا الأفضل الجيل الذهبي. ليش؟ لأن بالإنجازات. بس شرط واحد وأقول حق كل لاعبين وأقول كل حق مشاهدين ما نبخس حق اللي قبلنا ولا اللي بعدنا، ما نبخس حقهم. يمكن إحنا الظروف ساعدتنا شيء، يمكن يعني مثلا أجيب لك مثلا عبد الرحمن الدولة، مرزوق سعيد من العربي مثلا أقول كمثال، ما أقدر يسمحون لي ما أعدهم كلهم، من القادسية مثلا محمد المسعود الله يرحمه، عبد الله العصفور، معنى عبد العصفور كان لاعب العربي بعدين راح القادسية، عثمان العصيمي، هل ما يصير لنا الزيان من الكويت إبراهيم الخشرام، هل لاعبين ما 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 نبغى يعني ما يجوز إن نبخس حقهم، هذي الأهم قدمهم، إحنا يمكن يينا بعدهم وإحنا الجيل الذهبي صح بإنجازات اللي قدمناها. ولا حد يقدر يبخس حقنا ولا احنا نبخس حقنا. شوف هالصوره هذا منتخب منتخب كاس العالم هذا كاس العالم الحلم الكبير. يوم التأهل لكاس العالم نمت سهرت وين رحت سويت؟ صراحة مهما اتكلم عن كاس العالم ما اقدر أشيء. الليله هذه نمت اول ما عرفت انكم تاهلت يعني فرح. احنا بعدنا ماشي مو شايفين كاس العالم صراحه. يوم رحنا كاس العالم شفنا حياه ثانيه. منو قدم لكم التسهيلات؟ امير غلو الشيخ جابر كان يعني حتى المكافات اللي قدمها هو شخصيا كانت فعلا كان دعم كبير لنا، وغير الوزاره كحكومه ممثلة بالحكومة وزارة الشؤون هي مسؤولة عن هذا. يعني حتى الوزير الشؤون أتذكر كان أيامه الله يرحمه عبد العزيز محمود ولا محمود عبد العزيز محمود، هو كان وزير كان يتابعنا حتى في المباريات اللي نلعب فيها كان في شخصيات عامة دعمتكم أو دعمت المنتخب؟ دعمنا أنا يعني اللي تكلمت بعدين كان أيامه في أيام سوق المناخ وهذا واحد من رجالات سوق المناخ دعمنا جاسم المطوع. جاسم المطوع هذا واحد دعمنا دعم كبير يعني أمانة، يعني كان في دعم كان معنا. يمكن الله ما أقول هالكلمة ولا ما أقول ما أخذنا حقنا أمانة، يعني وصول كأس العالم مفروض يكون هذا، لكن الدعم كان موجود. طيب وصلتوا أسبانيا، شلون كانت الأجواء؟ أنا قاعد أقول لك أسبانيا وصلنا كأس العالم، أنا أقول لي ما يلعب كأس العالم ما لعب كرة. لا إحنا جينا عبالنا كأس العالم، قلنا مثل بطولة آسيا ما أخذينها فازين عادي عندنا إنجازات. كأس العالم يوم وصل حياة ثانية حياة ثانية حق اللاعب أمانة. وصل كأس العالم خلاص وصل القمة. أنا تقدر توصف لي إياها؟ يعني ما مهما أسولف لك ما أوصفها إلا اللي عايش المرحلة. أنت لاعب كأس العالم يعني هذا يكفي. الحمد لله نعم. يعني هذا يعني أنا أقول لك من السكة لما نلعب كأس العالم مع هالنجوم أنا أكون محظوظ إني ألعب مع هالنجوم. طيب بين المباريات يعني اللي لعبتوها في كأس العالم شنو الشوط اللي ما تنساه؟ فوق التشيك أنا لعبت مباراة كبيرة مع التشيك. ليش ما تنساها؟ لأن لعبت زين والله وكنت نجم، ومع أن أول مباراة بكأس العالم يعني ما كنت خايف أمانة. إحنا مشكلتنا شنو؟ في كأس العالم ولا احنا افضل من كذي نكون؟ قدمنا وشادوا فينا وكل شيء، نقدم افضل من كذي. ما عندنا خبره كاس العالم، ما عندنا خبره كلاعبين، لاعبين وفايزين بكؤوس وميداليات، فايزين بدورات شنو خبره كاس العالم؟ الحين انا اقول فايزين بكاس الخليج، فايزين مرات وفايزين ببطوله العالم العسكري، فايزين في كاس اسيا، كل شيء. خبره كاس العالم ليش تختلف؟ بقول لك حياه ثانيه. ليش؟
خبرة كأس العالم، أنا أقول لك مثال خبرهم ترى مو بس لاعبين، لا خبرة كأس العالم كإداريين ما كانت موجودة، مع أنهم إداريين عندهم خبرة بس خبرة كأس العالم تختلف. لما أقول لك خبرة كأس العالم تختلف عن الخبرة العادية، خبرة حتى الصحافة الإعلام اللي ويانا، لأنهم ما أقول سبب الأسباب بحس النية مو سونية. لعبنا مع التشيك أول مباراة تعادلنا 1-1 واحنا الافضل، وانظلمنا ببلنتي عطوه حق التشيك، مو هذا احنا الافضل في المباراه، اول مباراه بكاس العالم لنا. عقب المباراه تيسوا فينا الاداريين والاعلاميين، الاعلام خاصه الاعلام الصحفي، صورونا ان احنا في نفوز كاس العالم من اللعبه، لعبنا لعبه يعني ماكو الله، يعني احنا مو مغرينا، قلنا اللعبة لعبنا أول مباراة بكأس العالم بنفوز بكأس العالم، صورونا كذي هالتصوير. ليش؟ صورونا ما عندهم خبرة، احنا ما عندنا خبرة، لعبنا مباراة واحدة، لا تحط بالك عندك فرنسا، عندك المرة جت لعبة الثانية مع فرنسا ترى ما كنا سيئين، بس انغلبنا بهالمباراة 4-0 كابتن، 4-1 4-1 هم 4-1 مو شوية ليش خسرناه ترى مو عشان غير الملغي ليش أنا أقول لك مباراة إنجلترا إنجلترا هم اللي تصدروا المجموعة، لعبنا أحسن مباراة ضد إنجلترا أحسن من إنجلترا، غلبنا 1-0 وإحنا الأفضل في مع إنجلترا، بس هذه اللي بالنص، هذه اللي بين المباراة الأخيرة ومباراة هي هذه شنو اللي قلت لك لعبنا مع التشيك إنه نفوز، لعبة فرنسا مثل الإطراق طقونا اطراق صحونا، ها اول شت وصورنا عقب المباراه وشكرنا بنفوز ولا طقونا اطراق لعبه هذا، حطوا بالكم ترى احنا مو نغرينا، قلنا الله لعبنا مباراه وراحنا يوم مثل فرنسا طقونا اطراق صحونا انتبهوا كاس العالم، وفعلا خسرنا المباراه بسبب هالشغله. جينا مباراه انجلترا الاخيره لعبنا احسن مباراه. حسيت بخيبه امل بعد النتائج؟ والله تحسفنا وايد عن ما هالخبره ما كانت موجوده امانه. وانتوا قاعدين في الغرفه وانتوا تبدلون اكيد كان في حوارات دارت بينكم، حوارات شنو كانت هالحوارات؟ اي والله يعني تعاتب نقول شلون طافتنا يعني اشياء، لان شوف مو المباراه فرص، الحياه فرص بعد يعني، فما بالك فرصه تروح منك ب 90 دقيقه شلون بتعوضها؟ تقول الله يا ريت العب وياهم الحين مره ثانيه، كنا ترد شويه ها تفكر فيها، وهذا صدق كان صار في لوم بين اللاعبين وشد، لا ما كان لوم، كان في حسره يعني تحسفنا. طيب انا برجع اسالك مره ثانيه عن الكلمات الثلاثه اللي سالتك عنهم في صندوق اول العمر، هالمره ابي وجهه نظرك في هذه الكلمات في صندوق منتصف العمر او في تفكيرك في منتصف العمر، وراح ابدا مع العربي. شلون النادي العربي؟ النادي العربي اقول لك انا، وبعد سبب الشهره سبب يعني امانه كل شيء، حب الناس، وخاصه أنا هذا نادي جماهيري يعني انا محظوظ اقول لك لعبت بهالنادي هذا الجماهيري، فاعتقد هو سبب يعني بدايه مشواري معرفه الناس والامور هذه. طيب الغضب؟ الغضب مفتاح كل شر يعني أمانة، وأنا ما زال إلى الآن مفتاح كل شر في أنا يعني صدقني أنا مو غضبي ترى يمكن ثواني ويروح لحظي لحظي، بس هم مو زين. الوطن بعد دنيا يعني حياتنا، الوطن بعد، وأقول لك وأكرر الكلام لعيالي ولأهلي ولكل عزيز ولكل الكويتيين، أقول لكم اللي ما في خير حق وطنه ما في خير حق أحد، هذا شيء مهم. أنا وأنت يعني رايحين لصندوق جديد وعمر جديد بيكون بعد الفاصل. في برنامج صناديق العمر طلعنا من صندوق أول العمر وتركنا صندوق منتصف العمر، وإحنا الآن في صندوق باقي العمر، وأمامي الآن اللاعب المعتزل والكابتن محمد كرم. أهلا وسهلا فيك معاي في صناديق العمر. أهلا وسهلا. أسوأ طرد
والله أنا ترى ما انطرد وايد مع أني مشاكس مع الحكام وهذا، بس ما انطرد. انطرت والله كنا نلعب بطولة العالم العسكرية وانظلمت والله بالطرد أمانة. وكانت مباراة مهمة يمكن مع منتخب البحرين، يمكن في بطولة العالم العسكرية كانت ذهبية تصفيات ولا النهايات. انطرت من الحكم ما يشون جنسيته أجنبي. شنو كنت مسوي؟ والله مشاركة كنا عادية، ولا يمكن تكلمت مع حكم بدون يعني المفروض يعني حتى لو استحق. شكلك زافة أبو علي. لا لا استحق انذار، بس صراحة انطرت مرة واحدة تفاجأت أنا. أعتقد هذه. طيب أسوأ إصابة تعرضت لها؟ الأربطة، عملت أنا عملية الأربطة، قعدت سنة ما لعبت موسم. شوف أنا إذا ما دام الحين نتكلم عن الكرة، أنا ترى وايد أمور خربت علي يعني، ولا أنا كنت المفروض بطولات وايد ما تطوفني يعني. بطولة دورة خليج الرابع اللي صار هذه لازم ما تطوفني، مباريات وايد من شغلتين، من إصابة وتركت اللعب. رحت دراسة بأمريكا سنتين يعني، لعبت موسم تقريبا كان أهد اللعب وأروح. رحت سنتين أمريكا سنتين أمريكا يعني مطافوني هالسنتين ما لعبت فيهم، ولا أنا لعبت. شنو درست هناك في أمريكا؟ كنت شو اسمه ميكانيكا وهالطيارات وهذا، بس شو استفدت؟ رحت ورديت درجوني الرياضة، حطوني قالوا أمسك مدرب رياضة يعني. يعني درست هناك شيء يعني، هم خسرت إني ما لعبت بطولات كثيرة بهالسنتين وما استفدت هناك يعني. رديت على الرياضة نفسها، ردوني المجالي الرياضة. فأعتقد آخر واللي خربت علي يعني هم بعد طوفت مني سنة ما تقريبا اللي صار. سويت الأربطة رباط صليبي سنة ما لعبت، سويته يعني كان دورة الخليج. يعني لما ترجع للبيت تصير خلاص متفرج على التلفزيون والمباريات، منو تشجع؟ مانشستر يونايتد. انا وعربيا من تشجع؟ ما شجع نادي العربي طبعا. خل منتخب الكويت، هذا منتخبنا طبعا، قصب علينا نشجع، واجب ان نشجع. لكن اشجع نادي العربي. نادي العربي إيه؟ وعالميا الكويت عالميا مانشستر يونايتد متعصب. لأن هذا شفت من الأسئلة اللي سألتها بالصندوق الأول. سافرت هناك حتى تحضر مانشستر. رحنا سوينا إعلانات وهذا، أنا وجاسم يعقوب وسعد وعبد الله معيوف في مانشستر يونايتد، وحضرت أنا حاضر مباراة في إنجلترا. لكن أقول لك مانشستر يونايتد هذا ما حساب، هاي بالصندوق الأول لازم. ليش؟ لأن كنت أتابع مانشستر يونايتد أول، أكو مجلة اسمها هنا لندن. أخوي العود كان يروح يتابع وين السفارة البريطانية، يمنه كانت بشارق يعني بعيدة عننا، يم دسمان، يم قصر دسمان. احنا كنا طبعا بالمتربي كان أهل دسمان كان يعني ويانا، شيوخ موظفين دسمان كانوا ويانا يدرسون بالمتربي. فكنا هناك ومدرستنا كانت يم قصر دسمان، والسفارة البريطانية كانت، كان أخوي يروح يجيب أكو مجلة كانت حلوة يعني بالسبعينات، وأقول أنها نهاية الستينات. وين تشوف المجلة ملونة مجلة كانت اسمها هنا لندن، فيها عن كل إنجلترا أشياء، وهذا كان فيها ثلاث أربع صفحات عن الرياضة. أول ما طلعت المجلة قريت ولا مانشستر يونايتد اللي فيها جورج بيست اللي قلت لك، وفيها مانشستر بوبي شارلتون، هذا مانشستر يونايتد يلعبون بهالنادي في كأس العالم. فتولى شجعونا. لا أنا هذا فريق الطفولة مانشستر يونايتد. فشنو قمت أقرأ عن الفريق من هني خلاص قلت مانشستر يونايتد، قالوا بعدين فريق أكثر شعبية وأكثر، فمن هني شجعت مانشستر يونايتد. والحين مانشستر يونايتد أنت مدرب ناجح؟ والله ما أقدر أقول عن نفسي ناجح، بس الحمد لله عندي إنجازات. وبعدين يعني مو ناجح، نص ناجح نص نص دور ثاني. ليش يعني ليش لم يعد أحد يستعين فيك كمدرب الآن؟ والله بعد هذه أنت طبعاً يعني أنت يعني تعرض بضاعتك مثل ما يقولون، بعدين هم أن قبول ولا ما قبول منهم، هم يعني ينادونك ما ينادونك يعني. أنا الآن بستعين فيك، عطني أهم خطط للتدريب.
خطط للتدريب وايد خطط للتدريب. خلنا نقول مجموعه خلنا خلنا خل حتى المدربين خلي يفهمون شيء. ترى ما احنا الحين انا يعني حاضر دورات عندي ليسن وعندي ليسن من المانيا ماخذه يعني عندي دورات وايد خارجيه وداخليه دورات كمدرب دورات مدرب. خل اقول حق المدربين ترى شوف عمر المحاضرات والدورات اللي دش ما تسويك مدرب تضيف لك شيء يمكن وانا اعتقد تضيف لك اشياء اداريه اكثر من فنيه لانه ما يصير مدرب محاضر خير يروح يدرب هو محاضر يحاضر عليك على الدورات اوكي يحترمه وعلى عيننا وراسنا وقاعد يجتهد وكل شيء ويمكن يقرا لك كتاب يقول لك شنو اللي يسوي المدرب يقول لك مثل هو كمحاضر يحب مثل طريقه 4-4-2 كمثال انت اكو مدربين عندك قاعد ترى يسوون كذي ماكو ابداع بس يقلد والله هذا المحاضر قال لي 4-4-2 العب انزين يمكن انت تروح النادي الحين تدرب عندك لاعبين ما امكانياتهم ما تسمح لي 4-4-2 انت شنو تسوي؟ العب على اوظف لاعبيني صح ولا العب على امكانيات لاعبيني؟ يمكن لاعبيني امكانيات ما تسمح لنا 4-4-2 لازم ابدع هني اوكي احترم المحاضر اوكي وهذا لكن يمكن انا العب 3-5-2 دفاع مع صاغر يعني مساكين 2-1 صاغط هذه تفيدني احسن عندي طريقه ثانيه العب فيها يعني لا يصير المحاضر هو يوجهك هذا اوكي تاخذ هذا الموضوع لكن انت تروح النادي ولا اين ولا الفريق اللي بتدربه انت اهم خطوه تاخذه شوف امكانيات اللاعبين اللي عندك شنو امكانياتهم عشان توظف عشان توظفهم صح منو افضل مدرب وطني بوجهه نظرك يعني احنا ما نقدر نبخس حق محمد ابراهيم لشغله واحده مدرب زين ولا مو زين هذا موضوع ثاني لكن مدرب يحقق انجازات شلون بتقول عنه مدرب مو زين يعني كل ما يروح نادي كل ما يروح فريق دربه يحقق انجازات والله نختلف على انجازاته فيها وانت من هو اللاعب الجيد بوجهه نظرك لاعب الجيد طبعا لاعب الجيد يعني شلون انت جيد فيه طبعا على امكانياته انه الفنيه شنو اللي يميز اللاعب الجيد التكنيك ماله يعني مهارته كلاعب وتطبيق هذا يؤدي لك اكثر من ذلك كان مثال انا اجيب لك مثلا كنت دربت وسام حسين انا دربته وسام حسين احطه قلب دفاع يبدع احطه بالنص يبدع احطه قلب دفاع يبدع يعني يفيدني بكل شيء يريحني في كل شيء في كل مجال هذا اللاعب الجيد هذا مثال انا ابتسام زي ما قلت الحين انا احسن لاعب ولا يفهمني غلط لكن اقول لك هذا اللاعب الجيد اي لاعب يؤدي هالادوار راح يبدع سام حسين ها والحين كاداري راح يبدع ان شاء اتمنى ان شاء الله يعني نادي همنا وان شاء الله احنا بعد الحين يعني دار يمكن انا ما وقفت وياهم بالانتخابات لكن الحين اوقف وياهم لازم هذا نادينا بعد اختلاف وجهات النظر راح نسولف تالي عطني ثلاث لاعبين افضل ثلاث لاعبين في تاريخ الكره في الكويت انت تحرجني مع باقي اللاعبين ما يخالف هذه وجهه نظرك احنا في صناديقك واليوم انت مدرب ولعب. انا لا انا ما هو كذي بعطيك هجوم ونص ودفاع حلو ايه انا حسين. موافق ما انتم ما نلاعب وياه مو مخليني نبتدي انا اعتقد يعني انا وجهه نظري يمكن مو صحيحه يمكن غلطان ترى انا عندي جاء فتحي كميل بالهجوم طبعا جاسم يمكن الناس يختلفون ويا جاسم افضل بس ترى وجهه نظرك بحقك تقول اللي تبي لا لا اقول ترى شوف خلنا نفهم شغله والعالم خلت تفهم شغله وانت بعد حط بالك انا حاط بالي وياك انا لما اقول لك فتحي كميل افضل كمثال مو يعني جاسم يعقوب مو معناته انه غيره مو زين افضل لانك تحطيت بين اختيار الافضل نقول هذا افضل يعني مو شرط ان الثاني حلو زين يعني احنا نقول فتحي بالهجوم فتحي في الهجوم وبالنص سعد الحوطي كابتن كاس العالم هذا وبالدفاع محبوب جمعه قالوا ان المقارنه الدائمه بجيلك هي اللي عطلت تطور اللعبه في الكويت شنو تعليقك يعني اللاعبين بدا يحوشهم احباط لانهم دائما يتقارنون بالجيل السابق
اللي هو انت يعني الجيل الحالي. لا انا قلت لك من الظلم انك تبخس حق الجيل اللي قبلنا وتحق الجيل اللي بعدنا، يعني جيل مثل جاسم الهويدي وسام حسين بشار عبد الله، جيل هم حقق يعني صح يمكن ما فاز له بدورة الخليج لكن الظروف ما ساعدته يمكن انه يوصل كاس العالم يفوز بكاس اسيا ولا لاعبين جيدين. لو كان موجود في 82 كان راح يحصل كاس العالم او يوصل كاس العالم؟ انا اعتقد فيهم لاعبين نعم كانت مجموعه جيده مجموعه جيده بس يعني هم ما يصير انك تقول يعني جاسم يعقوب كلام جميل يعني جاسم يعقوب يعني انا جاسم يعقوب شو لو نقول لك فتحي كميل افضل يعني انا جاسم يعقوب اذا عديت احسن لاعبين بآسيا اقول جاسم يعني الحين بقول لك شو متناقض انت تقول فتحي كميل احسن جاسم لا انا اقول فتحي حق في امور انا احبها كان يسوي طيب يسوي لكن احسن لاعبين في اسيا راح اخليك تكمل بس خلني اروح فاصل من بعده نرجع نكمل سوالفنا انا وانت في برنامج صناديق هذا. احنا مكملين صناديق العمر ووصلنا للفقرة الثانية في فقرة باقي العمر. سخنت بعلي؟ ها؟ سخنت؟ مسخن انا خلاص بس انت اقول ترى وايد فصول عندكم براحة فيلم هندي هذا الناس تبي ترتاح المعلنين يبون يعلنون لا ما يرتاح فخل خلهم خلهم مستمتعين لا خلهم شو المتفطرين خالصين بعد شيء ليش توجهت للإعلام؟ لا أنا ما يطلبوني ولا أنا مو الإعلام أنا عقب بس قبل لا نروح حق الإعلام كملنا هذه لما أنا أقول لك جاسم يعقوب بعد ما يرضى عليه ترى تزعلونه يلا ترى أقول جاسم يعقوب ما نرضى عليه أنا قلت أنا جاسم يعقوب قلت فتحي الحين يقول متناقض فتحي أحسن من تقول فتحي أحسن من جاسم بعدين تقول جاسم أحسن لاعب في آسيا وهو ماجد عبد الله احسن لاعبين في اسيا يبي يعقوب الاثنين لا ماجد عبد الله فتحي لما نقول فتحي يمكن حق الكويت لانه كمتعه كهذا انا لانه يحب كره القدم فاحب تمتع معه نرجع لموضوع الاعلام زين الاعلام ليش توجهت للاعلام؟ انا ما غصبا علي توجه غصبوني على الاعلام انا ما توجهت انت تستفيد أنا بعد من الاعلام ماديا اكثر من ايام اللعب؟ لا مو ماديا عندي 30 ماديا شو اسمه ما في استفاده ماديه في الظهور في الاعلام ما تكد من وراهم شيء ما كفايه انه لا مو عن كذي انا انجبرت اني اروح الاعلام طلبوني عرض وطلب طلبوني فرحت حتى بالبدايه ولا انا مو مجالي انا مجالي بعد كره قدم ما اعتزلت تدريب وللحين انا مجال التدريب لكن عرض وطلب ما عرضوا عليك التدريب يعني انا دربت بالسالميه ودربت واللي بغوا مني الهدف اللي حاطينه سويته لهم وانسست موسمين ايام ابو علي انت راضي عن وجودك في الاعلام وبرامج التحليل؟ الناس تقول انا ما اقدر اقول يعني انت, أقول. أنا, أنا, أنت أنا, شعورك انا والله الاعلام طبعا ما انا قلت لك انا بالاعلام بس اطلبوني وقالوا لي ويعني قالوا لي شيء واللي يعني اعطوني مو ما اتكلم عن الامور الماديه اخذ راحتي قول لي بتقوله طبعا احنا ما نغلط بدون ما نغلط ولا نرضى نغلط على احد يمكن ساعات نعصب ونرفز بس بدون تجريح باحد ليش ردودك عصبيه او انت بسرعه تعصب بعدين بسرعه ما عصبيه بعدين طخ ما اطول حتى دقيقه ما اطول بس يعني بس يعني انت يعني طيب على كل واحد كل مغني انت طيب انت طيب يقول عن نفسي طيب بعد يقولون هذا غير ما ادري انت ايش رايك؟ انت تعرف نفسك كل واحد يعرف نفسه طيب ان شاء الله طيب اكيد طيب طيب وحقيقتي امانه ان شاء الله اكون طيب لان عاده وإن شاء الله الطيب هو اللي بسرعه وان شاء الله وانا ان شاء الله على خلق بعد يعني 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 الاخلاق هي طبعا اهم شيء طبعا حتى يمكن نقول كلام ما في شك في الاخلاق لا انا ما اقول حق نفسي لازم اكون كذي قصب على اي واحد لازم يكون كذي انك لعلى خلق عظيم يعني هذه كلمه الله سبحانه وتعالى قالها حق اشرف البشر اللي هو الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام فاعتقد ان الاخلاق اهم شيء
طيب تحاول نتجنب. شنو سبب تأخر الرياضة؟ أشياء وايد اللي هي تأخر الرياضة. إذا بنتم بعد راح نتأخر، مع احترامي للدول اللي مجاورة واللي دول الخليج، كنا في يوم من الأيام إحنا مع احترامي لهم وصادوا إنه هذا الشيء نجاح لهم كبير إنه صادوا، سبب تأخرنا ماكو. يعني أنت الحين ما عندك جاسم يعقوب، ما عندك فتح كمير، ما عندك هالمواهب، وما ما تبي تدعمهم، ما يمكن اول تيبه مثل الحين على سالفتي، يعني تيبه من السكه نجم، تيبه مو انا اقول اتكلم، يعني جاسم يمكن تيبه من السكه نجم، الحين تتعب على اللاعب والدربه وهذا، يلا يصير لاعب مو نجم، يلا يصير لاعب هالوقت هذا، وما تبي تعطي حوافز، شلون تبي تطور؟ شلون تبي تقدم؟ ما يصير. هذا القانون يجب أن يلغى من الاتحاد. مو يلغى، المفروض نحط التفرغ الرياضي الصحيح، الدعم المادي، الدعم المعنوي، أمور كثيرة لازم تحط. طيب اللي أنا أتكلم عن قانون موجود حاليا في الاتحاد، أنت تشوف أن هذا القانون لازم يلغى. قالوا الحالي يعني في أمور والله كانت هذا واللغة طبعا، مثل في أمور لازم حاليا يلغى. ما في قانون تشوف أنه لازم يلغى؟ ألغي الدمج. والقاء الأهم من هذا كله، القاء اللي انت قلت لي شو تتمنى القاء؟ القاء خمسة محترفين. ليش خمسة محترفين؟ كم لازم يكونون محترفين؟ اثنين. حتى لو عندك بطولات، ودائما اقول هالكلام وقلت كلام وقاعد اكرره الحين، الناس يمكن يقولوا لي قاعد تكرره، الكم الكيف اهم من الكم. يعني تجيب لك خمس محترفين بربع، اسمح لي على الكلمه، ولا تجيب لك اثنين بو دينار؟ ايوه احسن، اثنين ابو دينار يجيب لك يا اخو، احنا بنقول مليون بنقول ألف، بس جايبين عشان نختصر هذا وعشان يوصل المعلومه لنا. ليش حاطين خمس محترفين؟ خمس محترفين قاعد تخرب على منتخبك، يجيب لاعبين على المستوى، عندك مليون دينار ما تدري ايش تسوي فيهم، بتجيب بدال ما تجيب خمسه خمسه 200 ألف 200. طيب لا. شنو القانون اللي لا هذا مهم ترى، لازم يلغي، لازم خمس محترفين يلغي، لان 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 حق لاعبين المنتخب اذا بتخلي لاعب، لان راح تحط لاعب منتخب احتياط. انا حسيت ان الحديث الكروي او الرياضي قاعد يستفزك، فعشان لا مو يستفزني انا طريقتي شيء ما استفز. زين هذا الفار، هذا تاثير الفار مو لا لانه ضد الفار. ليش الناس تركز مع نسفه محمد كرم؟ ليش الناس مركزة مع نسفة محمد كرم؟ شو أسوي؟ تبي أغيرها؟ لا 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 الناس لا بغيرها، أنا ماليش بغيرها شوي، خلينا نشوف شو رأيك تعجبك؟ أي لا يعني نسفة شنو؟ أنا والله بعد تعودت، يعني أول سوي كذي ما يشلون، والحين صارت النسفة بعد كذي وقطعها كذي بس، وتعلمت عليها أسرع وأحسن. طيب ما تأذيك البرامج، ما تبي منظره طالع بدون ما يحتاج. البرامج دائما تبحث عنك لانك تسوي هواش او تتهاوش؟ لا يعني ما تهاوش، ترى تاخذين عني فكره ترى، بس تسوي يعني تسوي انا عندي اثنين مثل كمثال بجيب لك عبد العزيز عطيه، يعني ابو علي بصراحه انا لما اكتب في اليوتيوب محمد كرم راح يطلع لي فيديوهات كلها هوشه محمد كرم، هوشه محمد كرم. مو هوشه يا جماعه، لا ياخذون الفكره عادة شو سمعتنا. لا انا ما شوه، انا ما شوه. لا والله هاي ساعاتي وين ساعاتي، يتعمدون ترى مثل عبد العزيز ساعاتي يتعمد ينرفزني وهذا عشان ارد، وهذا ترى انا بعدين ارد، يعني انت شوف لاحظ انرفز بعد شوي اضحك وياه واضحك وهذا. لا مو نرفزه كذي بس نسوي شوي ولا مو شغل. متى تحتاج الضحك ابو علي؟ والله امانه يعني الوقت المناسب، بس انا اعتقد ك 24 من يضحكك؟ ممثل الله يرحمه، خلنا في الممثل يعني الله يرحمه عبد الحسين عبد الرضا، كان امانه صدق يضحكنا يعني، خاصه في مسلسلات قديمه وهذا، يعني مثل درب الزلق والاغدار، يعني في اشياء الصراحه تطلع عفويه ف ضحكني. بس حط بالك ترى ضيقت خلقي. افا على شو اسمه، على شنو؟ على منرفز، تقول كله منرفز، مو منرفز يا معود، ياخذ الفكره عني والله. احنا اليوم في مجال وفرصه في صناديق العمر ان ننبش ونتكلم ونسولف، حتى تفهم، حتى تقول حق الناس ان انا ماني عصبي، قد لا يكونون فاهمينك، قد يكونون فاهمينك غلط، قد يكونون ما يدرون ان في صناعه الاعلام، او احنا لما نجي
نسوي برامج، نكون قاعدين ندور على هذه السوالف حتى تسوي شكل من اشكال المشاهد. لا يعني. لا والله انا اشوف لا امثل ولا حتى يمكن قلت كلمه مساء ان انا نرفز اسوي شو، لا لا امانه نرفز مع الحدث نفس الوقت، بس والله امانه داخل ماكو شيء، الله يشهد ماكو شيء معروف. واكثر افتكر انا كم سنه الحين بالاعلام، اكثر واحد اعتذر انا حاسوب واعتذرك حتى يقولون لي اللي يقدمون اللي على فكره أي واحد يحب مجاله دائما يتحمس ويتضايق ويعصب علشان شيء يمس مجاله، وهذا شيء طبيعي لانك تحب مجالك. طيب انا بختم معاك الصناديق او صندوق باقي العمر. اي والله مر الوقت بسرعه صح، الوقت معاك يمضي بسرعه. ابي بتروح تفطر؟ بروح اتسحر هنلحق على السحور. ايوه تسحر ابو علي. ابي اختم معاك بالصناديق الثلاثه او الكلمات الثلاثه اللي نختم فيها كل صندوق. راح ابدا مع النادي العربي. اليوم النادي العربي في باقي العمر شنو يعني لك؟ يعني لكل شيء، واتمنى يرجع لمكانه الطبيعي. مو هذا مكان الطبيعي. طيب فيه. الغضب، الغضب الله يبعدنا عنه، مثل ما قلت مفتاح كل شر والله يبعدنا عنه لان عواقبه. بس انت هديت عن قبل وايد. واكيد انا من اول هادي بس ما يعرفوني. طيب الوطن، الوطن مثل ما قلت لك الكل بالكل ما زال الى الان، ما زال الوطن ولي اخر العمر. انا قاعد اقول لك الوطن اللي ما فيه خير حق وطنه ما في خير حق احد ابدا. تمام انا كذي خلصت اسئلتي، بقى عندي هذا الصندوق. بعد بقى عندك بس هذا، ما في غير هذا الصندوق. هذا صندوق شيء. صندوق هذا انا مسميه سرك في صندوق. حلو، عندي هذه البطاقه او هذا الكرت كاتب لك فيه كلام، يا اما يكون سؤال يا اما يكون موضوع يا اما يكون فلوس يا اما يكون طلب. لا ماكو فلوس بعيد عنك. لا لا ما عندنا فلوس ان شاء الله. يا اما يكون طلب. اللي بقول لك اياه ان هذا الكرت ما حد راح يعرف محتواه الا انت. انت اذا قريت هذا الكرت راح تقراه بروحك، الكاميرات ما راح تقدر تصورك، المشاهدين ما راح يدرون شنو داخل الكرت الا في حاله واحده، انك توافق على عرض المكتوب فيه وترد على هذا الموضوع او تتكلم عن هذا الموضوع. اما في حاله رفض الطلب، مو عاجبك الطلب اللي موجود، ما تبي تجاوب على السؤال، كل المطلوب منك تاخذ الكرت وتحطه وين؟ وين؟ بالصندوق. بالصندوق بدون اي تعليق. وبكذي ما اعرف اقرا محلوليه. وبكذي واحد يبي يتهرب من السؤال. اذا ما عجبك الكلام اللي موجود داخل الصندوق تحطه داخل او داخل الكرت داخل الصندوق. والله ما يملكم شيء، كنا بيعجبني. يطول لي عمرك. عموما اذا بغيت تعلنه تعطيني الكرت وانا راح اعلن الكلام اللي موجود داخل. تمام، وبعدين انت عاد تلبي الطلب ولا ترد ولا شنو ما بغيت تسوي. وهنا ولا اخي شو ما في كاميرا وراك لا تحاتي. شنو كاتبين؟ جريده كاتبين معلقه. هاي كمل باكر. يقول هالكلام بالعكس، هذا يحميني هالسؤال هذا بالعكس، ويسكر لي شغلات ولا بالعكس. تمام. بالعكس هذا شيء زين. تمام. السؤال اللي مكتوب او الموضوع اللي مكتوب احنا كاتبين سرك في صندوق. رمضان كريم والله اكرم، المعروف انك انسان صريح ولا تسمح بالشائعات، وهناك شائعه تقول بانك غيرت اتجاهاتك وقناعاتك وبدأت بالدفاع عن القائمة التي كنت ضدها لأنك استفدت منهم بطريقة ما، ولأنك شجاع ولا تقبل أن تتهم أو تتهم بمثل هذه الاتهامات، فإنك موافق على عرض هذه الإشاعة والرد عليها بكل شجاعة وصراحة. شنو تعليقك؟ والله أمانة نشوف يعني إحنا هذا اللي يعني ذكرك أنك تتكلم ويتكلمون بدون ما يدرون شيء. الله يشهد إن إحنا أول شيء غيرنا قناعاتنا، ما غيرنا قناعاتنا، كنا متفقين ان جمال كاظمي وانه ما كان مادي، وانا اكثر واحد يمكن تكلمت عليه، كنا نبي الافضل وهذا. بس مع الوقت وفعلا اتجهت للقائمه الثانيه، ان قلنا خلاص جمال نبي تغيير ما تغيير. بس مع الوقت اكتشفت شيء ثاني،
اكتشفت انه يبون رحنا قعدنا في مكان ديوان من الدواوين العرباويه الكبار، ديوان رئيس ديوان احد العرباويه شخصيات العرباويه، فقالوا لنا انه يبغى لا نبي قائمه جمال كاظمي ولا قائمه عبد العزيز عاشور، ما نبي الاثنين، بنسوي قائمه ثالثه. يعني اتفقنا قلنا اوكي حلو قائمه ثالثه، يعني لا توقف، يعني حتى قالوا لا تصرح يعني ولا تقول ان انتك مع هذا ولا مع هذا، قول انت ان احنا نبي قائمه ثالثه. قلت يلا قلنا الكلام. بعدين جيت ولا اكتشفت شيء ثاني؟ شنو الشيء الثاني؟ اكتشفت ان قاعدين يلعبون لعبه ان بيطقون واحد من القوام بيطقون جمال شخصي. قلت تعال انت متفقين ان لا جمال ولا عبد العزيز عاشور، ان قائمه ثالثه بتطلع، ومن ناس رجالات نادي يعتبرون ناس كبار يكونون صادقين المفروض، مع احترامي لهم. ما ادري شنو الظروف، ما بيقول كذابه ولا شيء، اقول يعني على الاقل اقول انكم شنو الظروف اللي صارت، بس انا لازم اعرف متفقين هذا. لا يوم شفت انه في لعبه ان 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 ان, إن, إن بيطقون جمال كاظمي شخصي، يعني وقفت قلت تعال، يعني انتكم وهمكم العربي، هامكم تطقون ريال هذا ما حقق انجازات ولا شيء، بس ليش تقولوا لنا ان قائمه ثالثه لا هذا ولا هذا؟ وفعلا ترى الانتخابات اللي صارت يعني حتى عبد العزيز عاشور وحتى جمال كاظمي حتى لو بتطالع التصويت والقائمه ما كانوا فعلا النجاح اللي هم يبونه، بسبب ان فعلا ان كلهم متفقين لا هذه ولا هذه، يطلع بعدين ولا بس الطق بجمال. هذا اللي صار وهذا اللي خلاني اغير رايي. لا يبقى قلت الموضوع ما صار مصلحه نادي، صار موضوع شخصي. هني وقفت. اما موضوع انه والله ما يعني انا اخر ترى قبل هاليومين واحد اخو صديق علي والله العظيم قال لي كلام، قال لي انت مع يعني ماخذ مبلغ، يعني الكلام مو مثل ما قال او مو مثل ما قالوا الشعب ان انت استفدت استفاده شخصيه، اي شاف شخصيه وسالفه ماديه هذا الكلام اللي طلع، وطلع من ناس هم ناس غبيضه يتكلم علي انا يتم بدون دليل. والله يشهد انه حتى يوم هالايام اليوم انه والله كذي قاعد يسولف وياي اخو مو صديق، يعني اكثر من صديق قاعد يسولف وياي. والله قسمت له والله أمانة ما صار هالشيء ولا شيء. قال أنت ما أعطينك كذي؟ قلت له والله ما صار شيء. يقول قال حتى بعدين نظر الكلام قال إنه وعدي. والله قال لي إذا يعني أنا شرط رحت قلت حق الريال تعال عطي، عشان قال لي يمكن واحد قال لي إنه إذا نجحنا لك هذا حلاوة لك ما شنو نجح. قلت والله قال لي هالكلام كيف يبي يعطي والله بمال مجهودي ولا شيء ولا هذا، ومع ان انا مكلم هل انت لما تقول غابض ولا ماخذ، لما انت تشرط على واحد يعني اشرط على القائمه اللي بوقف وياها، انا ما اوقف وياكم الا تعطوا لي شيء. والله ما لا حصل هالشيء ولا شيء، اما لا حصل هالشيء، اما اني واحد والله يقول لي انا بقول يقوله هو بكافك. والله انا خلصت انتخابات لا كافئني ولا 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 قال لي شيء ولا 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 اخذت منه شيء ولا اعطاني شيء، وهو قايل انه هذا خلي يقول ايش دراني عنه، وحتى لو اعطاني بعد الانتخابات اوكي شنو الغلط بهذا؟ اما 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 انا والله شارط عليه انه قايل له ما والله يشهد انه قايل له ما اوقف وياكم الا تعطوني مبلغ. الله يشهد. لا طيب احنا حبينا نعطيك هذه الفرصه. لا زين بالعكس خذ سؤال، حتى تدافع عن نفسك، هذا خذ سؤال. شكرا. حتى يكون في من وين لك السؤال؟ منك من الصندوق. من الصندوق. انا بقول لك شكرا جزيلا على وجودك معي اليوم في صناديق العمر. الحمد لله ان احنا قدرنا نطلع في هذه الحلقه. الحمد لله ما تهاوشنا. الحمد لله ما تهاوشنا. من يقدر يتهاوش معك اصلا؟ انت بعد قاطبين علي تحصوا. هم انا مالي شغل صدقني. اذا بقول صندوق جديد وعمر جديد في حلقه الغد. مع السلامه. مع السلامه.